احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ببان تبع حكوم حماده ومعاكم قناه المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا اسعار الجاموس اللبن في سوق ببان. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كانت، الله اكبر، اللهم صل عليه كانت. صباح الفل يا معلم. السلام. صباح العسل. عرفنا باسمه سعد الحوت يا باشا. المعلم سعد الحوت، منين حج سعد؟ دلنجات، تجار الدلنجات. الله يبارك فيهم. كم ولد لك كده حج سعد؟ أول ولد. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بقرة لبن، جاموسة لبن، بسم الله ما شاء الله. لبنية ما كسرتش ولا سنة أخي. ما كسرتش ولا سنة، الله أكبر. عاملة كم والله حج سعد؟ 60,000. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كانت، الله أكبر. الجاموس اللبن في سوق ببان، بسم الله ما شاء الله. معكم حاجة غيرها تاني حج سعد؟ لبن برضو؟ اه لبن. اللهم صل عليه كانت، اللهم صل عليه كانت، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. لبن صباح يا أبو. الله يبارك لك يا حاج، اللهم صل عليه كانت. من بعد ابنها الأسبوع اللي فات. عاملة ياما يا حاج والله؟ 52.5. 52.5 والتانية؟ وأربعات لبن. وأربعات اللبن. أنا عاملة 60 ال 59. 59 و52.5، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كانت، الله أكبر. لا بسم الله ما شاء الله. معكم حاجة غيرهم تاني حاج؟ لا معلش. الله الله يبارك لكم ويصلح حالكم. أهم بلد نظيف. ادينا رقم التليفون لو حد عايز حاجة. كم الرقم يا حاج؟ 010 6726 3823 3823. أي حد يتواصل معكم تبع قناة المواشي اليوم، بالله عليك تعملوا مواد. الله يبارك لكم ويصلح حالكم محل الجميع يا رب، اللهم امين، اللهم صل عليك يا لف بقى، اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا حجينا. صباح قوي. صنعت ايه الجاموسه دي؟ ها؟ صنعت ايه؟ عشر سبعة ولبن. عشر سبعة ولبن. حج مبروك الدين. حج مبروك الدين، منين يا عم مبروك؟ صفت العنب مركز كوم حماد. صفت العنب مركز كوم حماد، اللهم صل عليك يا نبي. عشر كم يا عم مبروك؟ سبعة. عشر سبعة، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، ولبن. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. عاملة ياما يا حج مبروك؟ 65,600. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك انا، والعشر سبعة، الله اكبر. 75. معكم حاجة غيرها تاني حج مبروك؟ على الله. الله يصلح حالك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك انا. طب معك رقم تليفون ناخده لو حد عايز جاموس موجود يعني؟ 0000 20 26 13. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم، بالله عليك تعمل معاك. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب، اللهم امين. تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.